فوجود الكاميرات فوق الاعمده مفيش بانشنج اصلا. حتى البرنامج يجي يقول لك ايه نوت كالكيوليتد، يعني احنا مش هنحسب اصلا بانشنج. المفاجاه بقى ان الاعمده الخارجيه على المحيط الخارجي دي اخطر اعمده في البانشنج، اخطر اعمده في البانشنج. انا لغيت البانشنج عليها تماما بسبب الايه الكاميرات، فدي حاجه كويسه. طب ليه اخطر اعمده في البانشنج؟ اول حاجه العمود اللي في الطرف، ركز بس معايا شويه، العمود اللي في الطرف ده او العمود اللي في النص بيبقى شايل يمين وشمال وقدام ووراه صح، فبيكون شايل ابعاد كتيره. فلما اجي اصممه بيبقى الحمل عليه كبير، فلما انا اصممه قطاعه بيبقى ايه كبير، فلما يكون قطاعه كبير مش هيعمل بانشنج. عارف الاعمده اللي في الطرف اخاف منها، لان العمود اللي في الطرف هو شايل حمل ايه اقل، اللي هو العمود الطرفي. طب العمود الركني شايل اقل اكتر، لان كل عمود بيبقى شايل ايه من السنتر تو سنتر. يبقى العمود اللي في الركن ده لما انا اجي اصممه كنورمال فورس، كنورمال فورس بيبقى عليه حمل ايه قليل، فبالتالي القطاع لما اجي اصممه بيبقى قطاع ايه قليل، فالقطاع القليل ده بيعمل ايه بانشنج. فانا خايف، ده انا خايف من الجهه دي وخايف من جهه تانية كمان. ركز بقى معايا، اللي في منكم درس بانشنج مانيوال كان يجي يقول لك انت عندك فاكتور اسمه ايه يا ربي، بيتا. كان فاكتور بيتا ده بتضربه في الكيو بي يو اللي هو الكيو بانشنج اكشوال، بتزود البانشنج بقيمه 15% 1.15. ده لو كان العمود بتاعك انتيريور، يعني ايه انتيريور؟ عمود وسطي. وهتضرب ده في واحد وايه وربع لو كان العمود ده ايه ايج، يعني ايه ايج على الطرف. وهتضرب ده في واحد ونص لو كان العمود ايه كورنر. يعني الاعمدة الركنية البانشنج عليها زيادة بنسبة كام في المية؟ 50%. ليه؟ لما يبقى عندي اي عمود في النص زي ما قلت لك كده، هاتلي اي كشكول كده معاك، العمود اللي في النص هو عليه ايه؟ ايه الاحمال اللي عليه؟ عليه حمل رأسي. طب استنى ركز بس معايا، اهو هو شبه متزن لان في حمل يمين وحمل شمال وحمل قدام وحمل ورا، بس يعني وارد يحصل تغير في اللايف لود. يعني مثلا هنا ما يبقاش فيه لايف لود وهنا فيه ايه لايف لود، الشقة دي اتشطبت الشقة دي لسه، فممكن يبقى الحتة دي ايه حملها اعلى شوية من الحتة دي. طب لما هنا يبقى فيه شوية حمل اكتر شوية من هنا اكتر شوية، فالعمود ده يتولد عليه شوية ايه مومنت، فالمومنت ده مع الحمل الرأسي يزود البانشنج شوية. يبقى قيمة ال 15% دي عارف ليه؟ عشان اعوض المومنت المنتقل من البلاطة لمين؟ للعمود. طب استنى، طب العمود اللي في الطرف لا ده طبيعته اصلا ان في بلاطة كاملة ناحية الشمال ومفيش اي حاجة ناحية اليمين، فالطبيعي ان قيمة المومنت عليه ايه؟ اعلى بنسبة كام؟ 25%. طب العمود الركني لا ده عليه ام اكس وام واي لان في ربع بس ايه في حمل والتلات اربع مالهم فاضين. يبقى اقصى عمود عليه مومنت هو العمود الايه الركني ثم مين الايدج. طب ما العمودين دول انا لغيت البانشنج عليهم اصلا بوجود مين المارجنال بيم، يبقى المارجنال بيم مهمه قوي في حته البانشنج في الحته دي.